بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدي اليوم المحاضرة الأولى من محاضرات علم الحيوان للمرحلة الأولى، والموضوع اللي راح نبدي به هو عالم الحيوان Animal World. هناك بعض المصطلحات ضمن هذا الموضوع راح نتناولها بشكل مختصر. نجي في البداية إلى مصطلح هو الـ Animal Diversity اللي مثلنا التنوع الحيواني أو تنوع الحيوانات. Animals are highly diverse، فإذا الحيوانات تمثل مجموعة من الكائنات الحية اللي بيها تنوع كثير. Animal evolution began in the ocean، من ناحية تطورية فالحيوانات بدأت تطورها في مياه المحيطات. Over 600 million years ago، منذ ما يقارب من 600 مليون سنة. Since then، ومنذ تلك الفترة، animals have evolved into a highly diverse kingdom. فمنذ تلك الفترة بعد ما صار التطور في الحيوانات، تطورت هذه الحيوانات إلى مملكة، وهذه المملكة هي عبارة عن مملكة الحيوانات، تكون مملكة متنوعة diverse kingdom. Over 1 million extant species of animals، أكثر من مليون نوع من الحيوانات الموجودة حاليا. يعني كلمة extant نقصد currently living، يعني اللي تعيش أو باقية في الوقت الحاضر extant. هذه المجموعة من الحيوانات have been identified، فإذا أكثر من مليون حيوان أو نوع من الحيوانات قد تم تشخيصها، identified تشخيصها. ما هو المقصود بالكلمة الحيوان؟ What is an animal؟ ما هو الحيوان؟ While we can easily identify dogs، فإحنا ممكن بالوقت اللي ممكن أن نميز بسهولة dogs الكلاب نميزها، birds الطيور، fish الأسماك، spiders العناكب، spiders and worms والديدان as animals. فإذا في الوقت الذي يمكننا تمييز هذه المجموعة من الحيوانات، إلا أن هناك حيوانات أو كائنات حية، هناك كائنات حية ليس من السهولة تصنيفها ضمن شيء معين. إذا other organisms، هناك كائنات أخرى مثل المرجان corals المرجان and sponges والإسفنجيات are not as easy to classify، فليست من السهولة تمييزها. يعني بعض الكائنات الحية نقدر نعرف ان هذا هو حيوان واضح، لكن هناك حيوانات هي من الصعوبة ان تصنف. Animals vary in complexity، الحيوانات اذا هناك بها تغايرات في تعقيداتها. Complexity from sea sponges، ابتداء من الاسفنجيات البحرية، to crickets إلى الصراصر، to chimpanzees إلى قرود الشمبانزي. فإذا هناك تعقد في هذه المجاميع من الحيوانات. فإذا لابد من وجود نظام تصنيفي، the animal classification system، إذا نظام التصنيف في الحيوانات characterizes animals، فيعمل على تحديد مواصفات أو خصائص الحيوانات. ما هو الأساس اللي يؤخذ في التصنيف؟ Based on their anatomy، فإذا يستند هذا التشخيص على التشريح أو علم التشريح. Morphology علم الشكل الخارجي أو المظهر الخارجي. Evolutionary history التأريخ التطوري للكائنات أو الحيوانات. Evolutionary history features الخصائص مالتها الجنينية أو خصائص المرحلة التطور الجنيني. Features of embryological development، features of embryological development، فإذا مظاهر التطور الجنيني and genetic makeup،
والتكوين الوراثي لها. فإذا على هذا الأساس يتم التصنيف. العفو. This classification scheme، هذا النظام التصنيفي أو المخطط التصنيفي، كلمة scheme تجي نظام أو مخطط، classification تصنيف، is constantly developing، هو في دائما في تطور مستمر، هذا النظام التصنيفي في تطور مستمر. As new information about species arises، فكلما تظهر معلومات جديدة حول النوع يحدث تطور في هذا النظام التصنيفي. Understanding and classifying the great variety، فعند فهم وتصنيف التنوع الكبير للكائنات الحية أو الأنواع الحية living species helps in understanding، هذا راح يساعدنا إذن فهم والتصنيف التنوع الكبير في الأنواع الحية، سيساعدنا في فهم in understanding how to conserve the diversity of life on earth، هذا راح يساعدنا إذن في فهم كيف تتم المحافظة على تنوع الحياة على الأرض أو على الكرة الأرضية. هذا فيما يخص الموضوع الأول أو العنوان الأول. نجي إلى توزيع الحيوانات، the distribution of animals. Scientists اللي هم العلماء are convinced that life came from the sea، إذن العلماء لديهم القناعة، convince يعني قناعة أو يقتنعون بأن الحياة قد جاءت من البحر أو نشأت من البحر. ومن البحر and from there the living organisms conquered، ومن البحر إذن الكائنات الحية تشعبت أو تفتحت، conquered يعني شون انتشرت خلينا نقول أو تفتحت باتجاه الاتجاهات المختلفة. Through the necessary evolutionary stages، فإذا انتشرت هي من خلال المراحل التطورية الضرورية، necessary evolutionary stages. These steps، إذا هذه الخطوات التي حدثت، moving from sea، من خلال التحرك من البحر to the other environments، occurred in very ancient times، إذا هاي التغيرات اللي حدثت هي حدثت في الأزمنة القديمة جدا، very ancient times، الأزمنة القديمة جدا. later on، فيما بعد ماذا حدث؟ the living beings، هذه الكائنات الحية، even though spreading all around، بالرغم من أنها انتشرت في كل الأنحاء، even though spreading انتشرت all around في كل الأنحاء، found impassable boundaries، فمن خلال انتشارها في كل الأنحاء لاحظت إذن أو وجدت ما يسمى بالحدود غير السالكة، impassable boundaries يعني لا يمكن اجتيازها، كلمة impassable غير سالك أو لا يمكن اجتيازه، boundaries حدود، that confine them to certain regions، فإذا تحددت الحيوانات confined حد أو هذه الحدود أو الباوندريز، حددت الحيوانات في أن تكون موجودة في مناطق معينة، confine them to certain regions، فإذا تحددت في مواقع أو مناطق معينة. These boundaries، هذه الحدود اللي ذكرناها إيش كانت، إيش تشمل، اللي خلت الحيوانات كل مجموعة مثلا موجودة في منطقة معينة، كانت mountain ridges اللي هي عبارة عن السلاسل الجبلية، mountain ridges، deserts الصحاري، seas البحار، rivers الأنهار، temperatures درجات الحرارة، available water متى توفر المياه أو وفرت المياه، the presence of oxygen in the water وجود الأكسجين في الماء، geological events الأحداث الجيولوجية اللي حدثت اللي تشمل الانجرافات القارية أو انجراف القارات، continental drift و rising of the sea ارتفاع أو زيادة مستوى البحار rising the sea، فكل هذه الحدود هي خلت الحيوانات إذن تنتشر في مناطق متنوعة.
شنو الأساس اللي يمكن به تصنيف أو تقسيم الحيوانات؟ Animals can be divided on the basis of an ecological criterion. فإذا الحيوانات يمكن تقسيمها على أساس المعيار البيئي ecological criterion، يعني وين بيا بيئة هي تعيش. IE يعني يعني هذه كلمة باللاتيني يعني in relation to the environment in which they live. إذن هي حسب علاقتها بالبيئات التي تعيش فيها، هذا نقصد بالمعيار البيئي ecological criterion. فعلى أساس المعيار البيئي تم تقسيم الحيوانات إلى كائنات حية بحرية marine fresh water، كائنات حية موجودة بالمياه العذبة and terrestrial organisms، والكائنات الحية البرية الموجودة بالبر، فبحرية ومياه عذبة وبرية. A separate category of terrestrial animals are those that live in tunnels. هناك عندنا مجموعة منفصلة إذن من الحيوانات البرية terrestrial animals هاي اللي ذكرناها، هذه وين تعيش؟ تعيش في الأنفاق tunnels، أنفاق caves الكهوف، and in the cracks of the ground والتكسرات الموجودة في الأرض أو التشققات cracks الموجودة في الأرض. فإذا هاي دي مجموعة من الحيوانات تعيش في هذه المواقع الأنفاق الكهوف والتكسرات الأرضية أو التشققات. فهذه المجموعة من الحيوانات شو تكون ما يسمى animals that all together compose the hypogene fauna، هذه المجموعة اللي ذكرناها تشكل مجموعة تسمى بالكائنات الحية أو الحيوانات الجوفية نسميها هايبوجين جوفية، يعني هي بالأنفاق وبالكهوف وبالتشققات الأرضية. فكلمة هايبوجين تعني جوفي، وفونا نقصد بها مجموعة حيوانات موجودة في منطقة معينة، مصطلح عام. مجموعة نباتات مثلا في مصطلح آخر أكو فلورا، فالفونا هي مجموعة حيوانات، حيوانات منطقة معينة نسميها الفونا. نجي إلى الخصائص الرئيسية للحيوانات، ما هي المين كاركترز أوف أنيمالز؟ هناك مجموعة من الخصائص لهذه الحيوانات، ما هي هذه الخصائص؟ أولا مالتي سيلولار هيتروتروفس، الحيوانات هي عبارة عن كائنات أو عبارة عن حيوانات عضوية التغذية متعددة الخلايا، مالتي سيلولار متعدد الخلايا، هيتروتروفس عضوية التغذية. All animals are multicellular heterotrophs، كل الحيوانات إذن هي عبارة عن كائنات حية متعددة الخلايا عضوية التغذية، يعني تتناول المواد الغذائية مو مثل النباتات تصنع الغذاء بنفسها، فهي عضوية التغذية هيتروتروفس أو نسميها متباينة التغذية هيترو متباين وتروفس تغذية. هذه المتعددة الخلايا. هناك كائنات حية وحيدة الخلية the unicellular heterotrophic organisms، فهذه المجموعة من الكائنات الحية وحيدة الخلية عضوية التغذية نسميها called protozoa، الأوالي أو الابتدائيات نسميها protozoa، which are now considered to be members of the kingdom of protista. فهذه الأوالي البروتوزوا اللي هي وحيدة الخلية تعتبر اليوم أعضاء members للمملكة اللي نسميها البروتيستا أو تسمى الفرطيسات. الفرطيسات يعني إذا تحفظوها بروتيستا يمكن أفضل من المصطلح. هذه أول خاصية إذن من خصائص الحيوانات. الخاصية الثانية تنوعها بالشكل أو تنوعها بالشكل diverse in form. Almost all animals، فتقريبا جميع الحيوانات أو نسبة 99% منها هي تعتبر من اللافقريات are invertebrates، اللافقريات اللي معناتها ما عندها عمود فقري، بين قوسين lacking a backbone، تكون فاقدة للعمود الفقري فتسمى اللافقريات. Of the estimated 10 million living animal species، من بين ما مدروس أو معروف من الحيوانات 10 مليون، هناك فقط 42,500 have a backbone، لديها عمود فقري. فإذا
42,500 have a backbone, لديها عمود فقري backbone. وش نسميها هذه المجموعة؟ And are referred to as vertebrates, تسمى بالفقريات. فصار عندنا مجموعتين، الأغلبية هي لا فقريات اللي ما عندها عمود فقري، والنسبة الأقل هي الفقريات اللي تمتلك العمود الفقري. المجاميع الحيوانية عادة تقسم إلى شعب حيوانية لسهولة الدراسة. The Animal Kingdom، المملكة الحيوانية، includes about 35 phyla. فإذا المملكة الحيوانية تشمل 35 شعبة. كلمة فايلا شعب، المفرد مالها فايلم، بمكان الأي يو أم، ففايلم شعبة وفايلا شعب. Most of which occur in the sea، فمعظم هذه الشعب يكون موجودا في البحر. Fewer phyla occur in fresh water، القليل من هذه الشعب الحيوانية يوجد في المياه العذبة، والأقل أيضا fewer still occur on land، موجود على الأرض أو على اليابسة. Members of the three phyla، إذن أكو هناك نسبة من هذه الشعب، هناك نسبة لثلاث شعب تشكل تقريبا أو تكون مهيمنة على الحياة الحيوانية بالأرض. فإذا members of three phyla، هناك أعضاء لثلاث شعب اللي هي namely تسمى arthropoda، المفصليات اللي تشمل العناكب spiders and insects، الحشرات. عندنا المولاسكا، الرخويات نسميها، اللي هي السنيلز، القواقع. والكورداتا اللي هي الحبليات، اللي بين قوسين هي الفقريات تشملها الحبليات. هذه المجاميع الثلاثة dominate animal life on land، قد هيمنت أو سيطرت dominate على الحياة الحيوانية في الأرض. هذه الخاصية. إذا الثانية، نجي على الخاصية الثالثة، هي الحركة الفعالة أو النشطة active movement. The ability of animals to move more rapidly، فإذا قابلية الحيوانات على الحركة بسرعة كبيرة، and in more complex ways، وبطرائق معقدة جدا، than members of other kingdoms، أكثر من أعضاء بقية المملكة. فإذا الحركة النشطة أو السريعة هي تمثل لنا إذا قابلية الحيوانات على الحركة بسرعة وبين أنماط أو بطرائق معقدة. This ability is directly related، فإذا شنو سبب هذه الحركة أو القابلية بالحركة السريعة؟ بيش ترتبط؟ This ability is directly related to the flexibility of their cells، فإذا هذه الحركة السريعة ترتبط مباشرة مع مرونة خلاياها، flexibility مرونة، and the evolution، وأيضا ترتبط مع نمو أو تطور nerve and muscle tissues، يعني بيها أنسجة عصبية نيرف وعضلية مصل. فإذا سبب سرعتها هو بالمرونة الخلايا مالتها وبتطور أنسجتها العصبية والعضلية. الخاصية الأخرى اللي تجمع الحيوانات هي التكاثر الجنسي، sexual reproduction. هذه الخاصية تجمعها أنه تتكاثر جنسيا. Most animals reproduce sexually، فإذا معظم الحيوانات تتكاثر جنسيا sexually. فمن تتكاثر جنسيا معناته لابد أن أكو هناك بيوض ونطف أو حيامن. فإذا animal eggs، بيوض الحيوانات اللي تكون which are non-motile، تكون غير متحركة، يعني البيوض غير متحركة non-motile، are much larger than the small usually flagellated sperm، فإذا البيوض تكون غير متحركة وتكون أكبر بكثير من النطف أو الحيامن اللي هي عادة تمتلك صوت، يعني صوت للحركة. فالنطفة تكون صغيرة والبيضة تكون كبيرة. In animals cells formed in meiosis، ف مثل ما تعرفون أنه بالحيوانات هذه الخلايا الذكرية والأنثوية أو النطف والبيوض تتكون من خلال عملية الانقسام الاختزالي، نسميه المايوسيز، اللي تتنصف بعدد الكروموسومات. مايوسيز الانقسام الاختزالي. Function directly as gametes، فبعد ما تتنصف راح
تعمل بشكل أمشاج أو جاميتات نسميها، اللي هي يعني هنا النطفة نسميها مشيج والبيضة أيضا نسميها مشيج. فكلمة جاميتس الأمشاج مصطلح عام للنطف والبيوض. فراح يتنصف عدد الكروموسومات تصبح نصف العدد هابلويد نسميها، الديبلويد العدد الكلي من الكروموسومات. The haploid cells، إذن الخلايا ذات النصف العدد من الكروموسومات fuse with each other to form the zygote. فإذن هذه الأمشاج اللي بيها عدد الكروموسومات نصفي راح تتحد مع بعضها لتكوين البيضة المخصبة أو اللاقحة نسميها zygote، يعني النطفة تتحد مع البيضة وتنطيني الزايغوت أو البيضة المخصبة. الخاصية الأخرى هي التطور الجنيني embryonic development أو النمو الجنيني development، تطور جنيني أو النمو الجنيني. Most animals have a similar pattern of embryonic development. إذن هناك عوامل مشتركة من ناحية تطور الجنين، فمعظم الحيوانات لها نمط متماثل من النمو الجنيني embryonic development، إذن مشتركة بهذه الخاصية. فبعد ما تتكون البيضة المخصبة أو اللاقحة الزايغوت سميناها، the zygote first undergoes a series of mitotic divisions. من تتكون البيضة المخصبة راح تمر بسلسلة من الانقسامات الاعتيادية أو الخيطية نسميها مايتوتيك. فإذا أندرغوس تعاني أو تمر بسلسلة من الانقسامات الخيطية، هذه السلسلة من الانقسامات تدعى called cleavage، التفلج، تفلج نسميها cleavage. بعدين تزداد الانقسامات راح تتكون عندي كرة صلدة and becomes a solid ball of cells. فإذا بعد ما تنقسم البيضة المخصبة الزايغوت راح تتكون كرة صلبة من الخلايا نسميها the moriola، التوتية، تشبه التوت، التكي يعني، هي شكلها يشبه التكي، تسمى الموريولا. بعدين هذه الموريولا راح تكون and then a hollow ball of cells. بعدين تتكون كرة مجوفة، بالبداية صليدة تكون solid، بعدين يصير بيها تجويف، إذن عبارة عن كرة مجوفة من الخلايا. هذه الكرة المجوفة من الخلايا نسميها البلاستولا أو بلاستولا، هي بالعربي بلاستولا وبالإنجليزي بلاستولا. العفو. فإذن زايغوت، عندنا بعدين انقسامات موريولا، بعدين عندنا بلاستولا. بعدين هذه البلاستولا تصير بها تغيرات. In most animals the blastula falls inward، راح البلاستولا يحدث بها طية نحو الداخل، طية نحو الداخل at one point، في إحدى نقاطها. To form a hollow sac، فراح تكون كيس مجوف، hollow sac. يعني شو مثلا؟ عندي كرة أضغط عليها أدفعها نحو الداخل، هذا هو أشبه بها العملية هذه. With an opening راح يصير بها فتحة at one end، في إحدى نهايتها. هذه الفتحة نسميها بفتحة البلاستولا بلاستوبور، فكلمة بلاستو من البلاستولا وبور فتحة. وبعدين بعد ذلك عندئذ سيسمى الجنين an embryo at this stage is called a gastrula، عندئذ يسمى الجنين في هذه المرحلة بالغاسترولا، غاسترولا. انتهينا من هذه الخصائص بالحيوانات، نجي إلى أسس التصنيف، أسس تصنيف الحيوانات Principles of Classification. The classification of Animalia or Animal Kingdom، كلمة أنيماليا هي المملكة الحيوانية أو تسمى Animal Kingdom، فأنيماليا يعني من الكلمة Animal. فإذا تصنيف المملكة الحيوانية أو نسميها Animal Kingdom على ويش يستند is based on the following fundamental features. إذن تصنيف المملكة الحيوانية يستند على المظاهر الرئيسية أو الأساسية الآتية. أول مظهر ما يسمى بمستويات التنظيم levels of organization، مستويات التنظيم. نجي ما هو المقصود بهذا المصطلح؟ All members of Animalia are multicellular. فإذن كل أعضاء المملكة الحيوانية تكون متعددة الخلايا، يعني بها خلايا عديدة.
All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. فإذا هي متعددة الخلايا، لكن لا يمكن لهذه الحيوانات أن تظهر do not exhibit تظهر النمط نفسه من التنظيم الخلوي. Same pattern of organization of cells. يعني لا تظهر جميعها النمط نفسه من تنظيم الخلايا. يعني على سبيل المثال for example in sponges الاسفنجيات اللي ذكرناها قبل شوية the cells are arranged as loose cell aggregates. ففي الاسفنجيات إذا تترتب الخلايا بشكل تجمعات خلوية مفككة loose مفككة يعني ما مرتبطة مع بعضها البعض بمعنى IE بمعنى they exhibit cellular level of organization. هذا هو المقصود أنها تظهر مستوى خلوي من التنظيم بسبب هذه التجمعات الخلوية المفككة. إذن هذه في الإسفنجيات. نموذج آخر إن سيلنتريتس اللي هنسميها جوفية المعي، مجموعة من الحيوانات تسمى بجوفية المعي، المفروض تأخذيها بالإعدادية في مواضيع الحيوان. جوفية المعي تسمى سيلنتريت. في هذه المجموعة the arrangement of cells is more complex. هنا التعقيد ازداد، يعني تنظيم الخلايا هو أكثر تعقيدا. إذن the arrangement ترتيب أو تنظيم الخلايا is more complex أكثر تعقيدا. شلون أكثر تعقيدا؟ here the cells performing the same function. في هذه الحالة فإن الخلايا تقوم بإنجاز الوظيفة نفسها أو نفس الوظيفة وتكون مرتبة بشكل أنسجة are arranged into tissues مترتبة بشكل أنسجة. ولهذا بهالحالة شو نسمي هذا النوع من التنظيم؟ hence is called tissue level of organization. إذن هذا نسميه التنظيم هو على مستوى النسيج. هناك مجموعة خلايا نسميه على مستوى الخلايا، هنا على مستوى النسيج. هذه أول أساس للتصنيف اللي هو مستويات التنظيم. نجي على المصطلح الثاني هو السيمتري، نسميه التماثل أو التناظر. سيمتري تماثل أو تناظر. إيش نقصد بهذا المصطلح؟ Animals can be categorized on the basis of their symmetry. إذن يمكن تصنيف الحيوانات إلى مجاميع. animals can be categorized من category مجموعة، تصنف إلى مجاميع يعني on the basis of their symmetry. إذن على أساس تناظرها أو تماثلها. هسه نقصد ما هو المقصود بهذا المصطلح. when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves. يعني أنا إذا أمرر أي مستوي بلين، يعني مستوي يمر خلال المحور المركزي للجسم، جسم الحيوان، من أمرر مستوي في المحور المركزي لجسم الحيوان راح يقسم الحيوان إلى نصفين متماثلين. يعني أنا إذا أخذ مثلا حيوان معين أمرر مستوي بالجسم ماله يصير عندي نصف أيمن مثلا نصف أيسر أو نصفين، عندنا راح يصير عندي متماثلين identical halves نصفين متماثلين. هذا النوع من التقسيم اللي ينطيني نصفين متماثلين نسميه radial symmetry التناظر أو التماثل الشعاعي radial شعاعي. بينما أكو مثلا كائنات حية أخرى لا ما أقدر أحصل على تماثل شعاعي، لا أقسم الجسم يعطيني جهة يمنى وجهة يسرى فقط. when the body can be divided into identical left and right halves in only one plane. فعندما يقسم الجسم إلى نصفين متماثلين أيمن وأيسر بمستوي واحد، يعني استخدم مستوي واحد، هذا النوع من التناظر نسميه التناظر أو التماثل الثنائي exhibit bilateral symmetry نسميه بالتماثل أو التناظر الثنائي bilateral. يعني مثلا هسه الإنسان من أمرر مستوي بجسمه من الرأس إلى الأسفل راح ينقسم إلى جهة يمنى وجهة يسرى، بعد ما ينقسم بشكل آخر بأي مستوي. بينما اكو حيوانات أخرى لا تنطينا عدة أنصاف نسميه radial symmetry. هذا هو المقصود بالتماثل أو التناظر.
نجي إلى الخاصية الأخرى اللي هو تطور ما يسمى بالجوف، سيلم الجوف أو التجويف. فبهالحالة صار عندي هناك كائنات حية ثنائية الطبقة ديبلوبلاستيك، وعندنا تريبلوبلاستيك ثلاثية الطبقة. فإذا بوجود السيلم، تكوين السيلم، وبوجود التنظيم ثنائي الطبقات ديبلوبلاستيك وتريبلوبلاستيك ثلاثي الطبقات. هسه نجي ما هو المقصود بهذه المصطلحات. Animals in which the cells are arranged into embryonic layers. فعندنا الحيوانات اللي بيها الخلايا تترتب بطبقتين جنينيتين. احنا تتذكرون قبل شوية ذكرنا البيضة المخصبة تنقسم وتنطيني الجنين، فراح تتكون طبقات جنينية. فالحيوانات اللي بيها الخلايا تترتب بطبقتين جنينيتين اللي هم الطبقات an external ectoderm، ectoderm خارجي أو نسميه الأديم الخارجي، ectoderm الاكتوديرم الخارجي أو نسميه الأديم الخارجي، and an internal endoderm وإندوديرم داخلي. فاكتوديرم طبقة خارجية وإندوديرم طبقة داخلية. هذه الحيوانات اللي بيها طبقتين فقط نسميها diploplastic animals، الحيوانات ثنائية الطبقات. من أمثلتها اللي قبل شوية ذكرناها المصطلح EG for example، يعني سيلنترتس، هاي سميناها جوفية المعي، الحيوانات جوفية المعي بها طبقتين. المجموعة الأخرى بها ثلاث طبقات. Animals in which the developing embryo has a third germinal layer. فإن الحيوانات اللي بها الجنين ينمو ويكون ثلاث طبقات، has a third أو له طبقة ثلاثية، يعني بالإضافة للإكتوديرم والإندوديرم هناك طبقة جرثومية ثالثة. هذه الطبقة الجرثومية الثالثة نسميها الميزوديرم. فإذا الميزوديرم موجودة وين؟ بين طبقتي الإكتوديرم والإندوديرم. فإذا بالسيلنترات هذه طبقتين، بقية الحيوانات إذا هناك ثلاث طبقات. الطبقة الثالثة ميزوديرم تقع من between the ectoderm and endoderm. هذه مجموعة من الحيوانات are called triploblastic animals. تعرفون كلمة تراي ثنائي، داي العفو تراي ثلاثي وداي ثنائي، فتريبلوبلاستيك ثلاثية، ديبلوبلاستيك ثنائية. من أمثلة هذه الحيوانات اللي هي ثلاثية الطبقات تبدأ بالبلاتيها المنثيس ابتداء من الديدان المفلطحة، نسميها بلاتيها المنثيس، الديدان المفلطحة أو المسطحة مثل الدودة الكبدية مثلا، وانتهاء بالحبليات توكورديات. هذه المجاميع الحيوانية من البلاتيها المنثيس إلى الحبليات هي كلها ثلاثية الطبقات. هناك تجويف موجود بالجسم أيضا على ضوء يطلق تسمية معينة presence or absence of a cavity. فإذا في حالة وجود أو انعدام تجويف between the body wall بين جدار الجسم and the gut wall وجدار الأمعاء أو القناة الهضمية gut wall يعني القناة الهضمية جدار القناة الهضمية. فإذا وجود أو انعدام هذا التجويف ما بين جدار الجسم وجدار القناة الهضمية is very important in classification، يعد أو يعتبر مهم في التصنيف. فإذا وجود التجويف من عدم وجوده يعتبر مهما في عملية التصنيف. العفو. The body cavity which is lined by mesoderm، فتجويف الجسم الذي يكون مبطنا بطبقة الميزوديرم is called سيلم، هذا هو نسميه بالجوف أو السيلم. فإذا التجويف هذا إذا كان مبطن بالميزوديرم طبقة الميزوديرم اللي ذكرناها قبل شوية هذا نسميه بالسيلم. In some animals في بعض الحيوانات the body cavity is not lined by mesoderm. فإذا في بعض الحيوانات تجويف الجسم لا يبطن بالميزوديرم. فبيش يبطن؟ instead the mesoderm is present as a scattered pouches. فإذا ما يبطن هذا تجويف الجسم في بعض الحيوانات بالميزوديرم، فإذا بيش يكون موجود به أو شنو الموجود البديل عنه؟ هو الميزوديرم ما يكون بشكل طبقة وإنما يكون موجود بشكل جيوب منتشرة أو متناثرة scattered متناثرة pouches جيوب
متناثرة in between the ectoderm and endoderm. فإذا موجودة ما بين طبقتي الاكتوديرم والاندوديرم. الميزوديرم يكون بشكل جيوب متناثرة مو بشكل طبقة. فمثل هذا التجويف ما نسميه سيلم، هنا سميناه سيلم اللي مبطن بالميزوديرم. في هذه الحالة إلى مصطلح آخر such a body cavity is called pseudo سيلم، نسميه بالجوف الكاذب. هناك سيلم الجوف، هذا نسميه pseudo سيلم الجوف الكاذب. And the animals possessing them are called pseudocoelomates. فالحيوانات اللي تمتلك هذا النوع من التجويف أو الجوف الكاذب نسميها بسودو أو pseudocoelomates، نسميها ذات الجوف الكاذب، الحيوانات ذات الجوف الكاذب. نجي إلى الخاصية الأخرى من الخصائص اللي تستخدم بالأساسيات التصنيف اللي هي نسميها segmentation of the body، تقطيع الجسم. يعني الجسم يكون مقطع او مجزأ الى قطع. شايفين دودة الارض انتو هاي اللي بالتربة جسمها بحلقات كأنما، فهذه نسميه تقطيع الجسم. In some animals the body externally and internally divided into segments. ففي بعض الحيوانات اذا الجسم من الجزء الخارجي ومن الداخل يكون مقسم الى قطع segments with a serial repetition of at least some organs، مع وجود تكرار متعاقب serial repetition تكرار متعاقب لبعض أعضاء الجسم. العفو. على سبيل المثال for example in earthworm هاي اللي ذكرناها دودة الأرض the body shows this pattern، فنلاحظ أن الجسم يظهر هذا النوع من التجزئة أو التقطيع قطع بي يعني called metameric segmentation. فهذا نسميه الجسم اذا يظهر نمط من التقطع المجزأ metameric segmentation، يعني قطع مجزأة ومتصلة مع بعضها البعض. And the phenomenon is known as metamerism. فوجود هذه القطع راح تنطي شكل للجسم، وهذه الظاهرة نسميها metamerism، يعني ظاهرة التقطيع او التجزئة metamerism. الخاصية الأخرى هي وجود أو انعدام الحبل الظهري. العفو. Presence or absence of notochord. Notochord الحبل الظهري نسميه. إذن الحبل الظهري موجود في الحيوانات، مو كل الحيوانات، إذن مجموعة سنجي عليها. The notochord هذا شنو هو بالبداية؟ ما هو الحبل الظهري؟ هو عبارة عن is a flexible rod، عبارة عن قضيب مرن. Flexible rod قضيب مرن. من يش مكون؟ made up of a material similar to cartilage. فإذا هو عبارة عن قضيب مرن مكون من مادة تشبه الغضروف cartilage. يعني شلون الغضروف هذا مثلا الإذن، صوان الإذن بمادة غضروفية. If a species has a notochord، فإذا نوع الحيوان كان يمتلك حبل ظهري في أي مرحلة من دورة الحياة at any stage of its life cycle it is a chordate. فإذا ولهذا كلمة الحبليات جاية من وجود الحبل الظهري. فإذا كان النوع الحيوان يمتلك هذا الحبل في مرحلة من مراحل دورة الحياة عندئذ يسمى بالحبليات الكورديت. In vertebrates the notochord becomes part of the vertebral column. بالفقريات يتحول الحبل الظهري ويصبح جزء من العمود الفقري. نجي إلى كيف تصنف الكائنات الحية. How are organisms classified؟ هناك إذن سبع مجاميع تصنيفية للكائنات الحية. There are seven classification groups of living things. إذن هناك سبعة من المجاميع التصنيفية للكائنات الحية. نبدي أول شيء بالمملكة، يعني مثلا المملكة النباتية، المملكة الحيوانية. تنزل الفايلم اللي سميناها الشعبة، شعبة سميناها فايلم. كلاس هو الصنف، نسميه الصنف أو الطائفة كلاس. تنزل بعد أكثر أوردر الرتبة، بعد الرتبة تجي الفاميلي العائلة، بعد الفاميلي جينس اسم الكائن الحي، جنس ماله جنس جينس. سبيشيز هو نوع الكائن الحي. فكل كائن حي يخضع لهذا النسق من التصنيف.
هذا بشكل عام. هذا المخطط هو للاطلاع على مود حتى تعرفون الكائنات الحية. هنا عندنا الكينغدم المملكة، هنا عندنا مستويات التنظيم levels اللي ذكرناها قبل شوية of organization، عندنا التناظر أو التماثل symmetry ذكرناه، عندنا body cavity أو السيلم أيضا ذكرناه، وجود السيلم أو تجويف الجسم، وعندنا الفايلم الشعبة اللي سميناها فايلم. فنجي هنا أنيماليا اللي هي المملكة الحيوانية اللي هي متعددة الخلايا. التنظيم مالها عندنا نوعين، سيلولار ليفل ذكرناه على المستوى الخلوي التنظيم، وعلى مستوى النسيج والعضو فتشو أورغان أو نسميه أورغان سيستم. هذا السيمتري التناظر، احنا قلنا اكو نوعين، راديال نوع الشعاعي، وعندنا بايلاترال الثنائي. ها قبل شوي قلنا ذا مرر مستوي يقسم لنا الحيوان الى هنا البايلاترال نصف ايمن وايسر، وهنا يقسم الى نصفين متماثلين. الراديال ضمن هاي المجموعة هناك مجموعة من الحيوانات اللي هي جوفية المعي، سيلنتراتا نسميها الفايلم مالتها، كنيداريا اللي هي اللواسع من امثلتها الهايدرا، هاي المجموعة سيلنتراتا، وعندنا المشطية او حاملات الامشاط تينوفورا تقع ضمن الراديال. هذه من مرر مستوي ينطينا راديال سيمتري. المجموعة اللي بيها التناظر ثنائي عندنا مجموعة without body cavity، هاي ما موجود بيها تجويف الجسم، تسمى acelomates يعني لا تمتلك الجوف. الاي ينفي الكلمة acelomates ذات الجوف، acelomates لا تمتلك الجوف. من أمثلتها الديدان المسطحة أو المفلطحة بلاتي هالمنثيز. المجموعة الثانية with false coelom ذات الجوف الكاذب سميناها سيدو سيلوميتس، من أمثلة الأسكيل منثس هذه المجموعة، وعندنا المجموعة الأخرى اللي هي ترو سيلم ذات الجوف الحقيقي اللي هي سيلوميتس، هذه تشمل الأناليدا الديدان الحلقية، الأرثروبودا المفصليات، المولسكا الرخويات، إيكاينوديرماتا شوكية الجلد، والهيميكورداتا نصفية الحبل، والكورداتا الحبليات. فهذه إذن مخطط يوضح لنا هذه الأمور. هذه أمثلة على اللي ذكرناه. هذا نجم البحر، تشوفون هذا حيوان نجم البحر. فهنا إذا نمرر مستوي بأي شيء كان راح ينطيني نصفين متماثلين، فهذا نسميه راديال سيمتري، هذا التناظر هنا أو التماثل. يعني إذا نمرر مستوي بأي اتجاه يعطيني نصفين متناظرين. بينما مثلا الذبابة إذا أمرر مستوي من على الجسم إلى الأسفل راح تعطيني نصف أيمن نصف أيسر بس، بعد ما أقدر أشوف بها أي مستوي. هذا نسميه bilateral symmetry، التناظر أو التماثل الثنائي. نجي على الطبقات، قلنا الكائنات الحية مجموعتين، ثنائية الطبقات وثلاثية الطبقات، diploplastic وtriploplastic. فالdiploplastic قلنا إيش موجود بيها، بيها طبقة خارجية ectoderm هذه الخارجية، وبيها طبقة داخلية endoderm هذه الطبقة الداخلية هذه، وهاي المنطقة الزرقاء الميزوغليا موجود بيها مادة تشبه الهلام يسمى الميزوغليا. هذه إذن طبقتين فقط فتسمى diploplastic، بينما التريبلوبلاستيك بيها طبقة ثالثة اللي هي الميزوديرم، هذا هو الميزوديرم. فعندي طبقة خارجية ectoderm، طبقة وسطى ميزوديرم، وطبقة داخلية endoderm أو entoderm تسمى أيضا. هذا وجود السيلم هنا والجوف الكاذب سودو سيلم. فتلاحظون هنا هذا وجود الجوف، تجويف الجسم أو الجوف اسمه سيلم، هذا أي. المجموعة الثانية اللي بيها سيدو سيلم، سيودو سيلم هذا هو الجوف الكاذب. هنا عندنا هذه دودة الأرض اللي ذكرنا قبل شوية، ظاهرة السيجمنتيشن نسميها، فميتاماريك سيجمنتيشن سميناه، من أمثلتها الأناليد الديدان الحلقية اللي هي دودة الأرض، دودة الأرض إيرث وورم. فتلاحظون جسمها مقسم إلى قطع، هذه النهاية الرأسية، هذه فتحة الفم،
هذه منطقة تسمى سارج كلايتيلم أو سادل سارج هذه، وهذه هي القطع سيجمنتس، وهذه النهاية الذيلية. بقى آخر موضوع من المحاضرة هو عندنا مصطلحين classification and systematics اللي هي اثنين يعنون بالعربي التصنيف، يعني classification تعني التصنيف وsystematics تعني أيضا التصنيف، لكن هسه من نجي نعرفهم هناك اختلاف. ما هو المقصود بكلمة taxonomy اللي هي classification أو taxonomy علم التصنيف؟ taxonomy is the describing, naming and classifying of organisms in biology. فإذا كلمة taxonomy أو التصنيف تعني وصف describing وnaming تسمية وclassifying تصنيف الكائنات الحية في علوم الحياة أو في الأحياء. هذا هو نقصد كلمة taxonomy. الشيء يستخدم التاكسونومي في هذه الأمور، it uses morphological, behavioral, genetic then as well as biochemical observations to identify organisms. فإحنا حتى نميز بين الكائنات الحية إيش نستخدم؟ إذا نستخدم الجوانب المظهرية أو الشكلية morphological، الجوانب السلوكية behavioral، الجوانب الوراثية genetic، وكذلك الملاحظات البايوكيميائية أو الكيميائية الحياتية حتى نشخص الكائنات. فإذا نستخدم ملاحظات شكلية سلوكية وراثية وكيمياء حياتية ونميز أو نشخص الحيوانات. Around 1.78 million species of plants, animals and microorganisms. فإذا ما يقارب 1.78 مليون نوع من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية تم تسميتها have been named by taxonomists من قبل علماء التصنيف، يعني طوها أسماء genus species إلى آخره. Over the past 250 years خلال فترة 250 سنة الماضية، فإذا تم تسمية الكائنات الحية بأسماء. Different plants, animals and microorganisms are grouped into different species. فإذا النباتات المختلفة والحيوانات المختلفة والكائنات المجهرية المختلفة تم وضعها في مجاميع تشمل أنواع مختلفة. Different species أو species تلفظ النوع. A species أو species ما هو تعريف النوع؟ is a potentially interbreeding group of organisms. فالنوع أو الأنواع هي مجموعة من الكائنات الحية التي تتكاثر فيما بينها، interbreeding potential بشكل كفو أو فعال، تتكاثر فيما بينها، إذن هي تقع ضمن نفس النوع، هذا المقصود بها هي. فتعريف النوع هي عبارة عن كائنات حية تخضع لمجموعة تتناسل أو تتكاثر فيما بينها بشكل فعال، وبالتالي راح تنطيني إذن جيل أو أجيال نتيجة التكاثر. فإذن which produces a fertile offspring راح تعطيني ذرية خصبة من الناحية الجنسية. fertile خصب و offspring يعني ذرية أو النسل. It is considered at the fundamental level of the biological classification of organisms. إذن تعتبر هذه الأشياء هي المستوى، يعني هو النوع يعتبر المستوى الأساسي لتصنيف الكائنات الحية أو التصنيف الحيوي للكائنات الحية. علماء التصنيف أيضا أعطوا أسماء أو خصصوا أسماء taxonomists اللي هم علماء التصنيف assign unique names. إذن كلمة assign خصص يخصص أسماء نوعية أو فريدة نسميها unique names، يعني كل كائن حي إلى اسم خاص، اسم جنس واسم نوع. For each type of species هاي هناك بالطباعة هناك، إذن لكل نوع من الحيوانات خصصوا له اسم معين. The naming of the species إذن تسمية النوع is based on the binomial nomenclature. إذن تسمية النوع يستند على ما يسمى بالتسمية الثنائية binomial nomenclature، يعني كل كائن حي له اسم ثنائي، الاسم الأول هو اسم الجنس والاسم الثاني هو اسم النوع. Where the first part of the name إذن الجزء الأول من الاسم يتألف consist of the name of the genus
اسم الجنس. And the second part of the name consists of the name of the species. فإذا كل حيوان أو كل كائن حي له اسمين. الاسم الأول هو اسم الجنس genus، والجزء الثاني من الاسم هو يشمل النوع. هذه فيما يخص التاكسونومي. نجي إلى مصطلح آخر شيء بالمحاضرة هو السيستماتكس. سيستماتكس أيضا تعني التصنيف، بس هنا من نعرف شن هي راح نعرف ما هو المقصود بالسيستماتكس. Systematics refers to the study and the classification of organisms. هنا السيستماتكس يشير أو يدل على دراسة تصنيف الكائنات الحية for the determination of the evolutionary relationship of organisms. إذن هنا كلمة systematics تدرس تصنيف الكائنات الحية لتحديد علاقاتها التطورية مع بعضها البعض. يعني هناك لا، قبل التاكسونومي يشمل الخصائص، كل حيوان نقسمهم بمجاميع، هنا لا، لدراسة العلاقات التطورية، فهذا يسمى بالسيستماتكس هذا. Therefore the systematics consists، فإذا السيستماتكس هذا اللي ذكرناه يشمل both taxonomy and evolution، فهو يربط لي التصنيف تاكسونومي مع التطور، فالسيستماتكس هو أوسع بعدا من التاكسونومي. Systematics uses، إذا هنا أنا علم هذا التصنيف السيستماتكس أيضا يستخدم العلاقات المظهرية morphological behavioral السلوكية genetics الوراثية and evolutionary relationships العلاقات إذا التطورية بين الكائنات الحية. وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة الأولى.